حلقه في النار، نعوذ بالله من حاله. من هم أصحاب الأعراف؟ تكلمنا أمسي عن أصحاب الأعراف، وقلنا إن الصحيح فيهم وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ويوقفون على هذا المرتفع بين الجنة والنار مدة يشاءها الله عز وجل، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. هذا يسأل عن حديث خلق الله آدم على صورته، قبل أن أجيب على هذا السؤال أسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين، قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ما معنى هذا الحديث؟ أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، يعني يكون حالهم أنهم على صورة القمر ليلة البدر. ما معنى هذا الحديث؟ هل المقصود أنهم تنقلب رؤوسهم إلى حجارة كبيرة كما هو حال القمر؟ ما المقصود؟ لا. على صورة القمر بياضا وإشراقا وجمالا، هذا هو المقصود أليس كذلك؟ إذن كون الشيء على صورة الشيء لا يستلزم التماثل من كل وجه، إنما يدل على ثبوت قدر مشترك. ثبوت القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع. أعيد، ثبوت القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع. الله جل وعلا خلق آدم على صورته، فالله عز وجل له سمع، وآدم له سمع، وليس السمع كالسمع ولا السميع كالسميع. الله جل وعلا له بصر، وآدم له بصر، ولكن ليس البصر كالبصر ولا المبصر كالمبصر. الله جل وعلا يتكلم وآدم يتكلم، وليس الكلام كالكلام ولا المتكلم كالمتكلم، وهلم جرا. إذن هكذا نفهم حديث خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته، يعني ثبوت قدر مشترك في بعض الصفات بين الخالق والمخلوق، وليس هذا هو التمثيل الممنوع. أشكل علي حيث تنفرد الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية. هذه القسمة التي ذكرتها لكم قسمة لفهم الموضوع في الواقع، لا يقع إلا ما أراده الله عز وجل كونا، ولكن هناك أشياء تعلقت بها الإرادة الشرعية فقط، هناك أشياء تعلقت بها الإرادة الشرعية فقط، من ذلك الطاعات والأوامر التي لم تقع، فما أمر الله عز وجل به شرعا فقد أراده شرعا. هذه قاعدة، كل ما أراده الله عز وجل شرعا أو كل ما أمر به شرعا فقد أراده شرعا. وكم هي الأوامر التي أمر الله بها وما قام بها العباد أو كثير منهم؟ صح ولا لا يا جماعة؟ الله عز وجل أمر بالإيمان، ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالإيمان من جميع الناس مراد شرعا، وإن كان غير مراد
كونا من أكثر الناس. ثم معي؟ إذن هكذا تنفرد الإرادة الشرعية في أمر أمر الله عز وجل به لكنه ما وقع. نعم، هل تكون الإرادة الشرعية في محبوبات الله خاصة؟ نعم، لا تكون إلا في محبوبات الله. يبدو في أسئلة موجهة لفضيلة أخي الشيخ محمد وفقه الله، لا أدري لماذا جاءتني. هذا أيضا يعني أعانكم الله، الذي وجه سؤاله للشيخ محمد يعيد كتابته إليه. نزول القرآن إلى السماء الدنيا وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، هل يفهم من ذلك أن الله قد تكلم بالقرآن جميعه قبل نزوله مفرقا؟ الواقع أن الكل قد وقع، القرآن نزل مكتوبا إلى في قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل مكتوبا إلى بيت العزة في ليلة القدر كاملا. ومع ذلك الله جل وعلا تكلم به منجما، فكان جبريل يسمع الآية أو الآيات من الله سبحانه وتعالى ثم ينزل بها إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون مع أصحابه ثم إنه ينزل عليه الوحي في شيء معين فيتلو ما أوحي إليه إلى أصحابه، فهذا قد تكلم الله عز وجل به. فالأمران واقعان، كونه كتب وأنزل إلى بيت العزة كاملا هذا واقع، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء فيعلم ما سيتكلم به. الله عز وجل يعلم ما سيتكلم به، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي في الحالة المعينة فإن الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الوحي جبريل وجبريل يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الله عز وجل تكلم بقوله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخره. هذا لما حصلت هذه القصة، لما حصلت هذه الواقعة وجاءت هذه المجادلة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تكلم بهذا الكلام في ذلك الحين. وإن كان هذا لا يعارض أن يكون هذا مكتوبا من قبل كاملا وأنزل إلى بيت العزة. واضح يا إخوة؟ نعم. هذا أيضا للشيخ محمد، هل يعد التوحيد من المكفرات استدلالا بحديث البطاقة؟ لا شك، بل هو من أعظم ما يكون من المكفرات، بل هو أعظم المكفرات، ولكنه التوحيد الذي هو توحيد وليس التوحيد الذي هو بالدعوة، إنما التوحيد الذي هو توحيد. قال ابن القيم رحمه الله وتكفير التوحيد الذي هو توحيد للذنوب أعظم من تكفير التوبة للذنوب. هذا يسأل عن حديث هذا يسأل عن الجنة التي وعد وعدت للمتقين هي التي أخرج منها آدم، فكيف قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين أعددت لعبادي ما لا عين رأت؟ طيب، الجواب عن هذا من وجهين. أولا أنه قد خص من هذا آدم وحواء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين سوى آدم وحواء لأنهما كانا في الجنة. الجواب الثاني أن يقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مما عد الله عز وجل في الجنة بكماله، وذلك أن الله سبحانه لم يزل ينشئ أصنافا من النعيم في الجنة، فليس كل نعيم الجنة قد اطلع عليه
آدم عليه السلام، بل بعد إنزاله لم يزل الله عز وجل ينشئ أصنافا من النعيم في الجنة، وهذا مما لم يطلع عليه آدم. الله جل وعلا. هذا للشيخ محمد. ما المراد بكلام الله القدري؟ المراد بكلام الله القدري الكلام الذي يخلق الله عز وجل به ويدبر به. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما المراد بالماهية؟ ما المراد بالماهية؟ حقيقة الشيء، ماهية الشيء حقيقته. لو سألتك ما ماهية زيد؟ ما ماهية زيد؟ إنسان. الإنسانية هي ماهيته، صح ولا لا؟ هل يجوز التداوي بالأعشاب والنباتات؟ نعم، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، الله عز وجل أعلم. نعود إلى درسنا، بارك الله فيكم. وفيه يقول المؤلف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن موضوع الإيمان. والإيمان هو الخير العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به، وقد رتب على حصوله كما يقول ابن القيم رحمه الله أكثر من 100 خصلة من خصال الخير، أكثر من 100 خصلة من خصال الخير في الدنيا والآخرة تنال من وفقه الله عز وجل فكان من أهل الإيمان. والمؤلف رحمه الله تناولها هنا بعض مباحث موضوع الإيمان، وابتدأوا بتعريفه. ما هو الإيمان؟ عرفه رحمه الله بما عرفه به أهل السنة، وأنه حقيقة مركبة من 3 أشياء: من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولاحظ يا رعاك الله أن أهل السنة هاهنا قد يختلفون في التعبير عن حقيقة الإيمان، لكن الحقيقة واحدة، وهذا يعتبر اختلافا. إيش؟ لفظي، يعد اختلافا لفظيا، يعني اختلاف في التعبير فقط، وإلا في الحقيقة واحدة. فمن السلف، بل هذا هو الغالب عليهم، أنهم يعرفون الإيمان بقسمة ثنائية، فيقولون الإيمان ماذا؟ قول وعمل. واشتهر عند المتأخرين وبعض المتقدمين أنهم يجعلون القسمة ثلاثية، فيقول قول وعمل واعتقاد، ولا فرق، هذا هو هذا. وذلكم أن القول والعمل عند السلف رحمه الله إذا قالوا إن الإيمان قول وعمل، فإن مرادهم أنه قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا هو القول والعمل والاعتقاد، لا فرق. فإذا أردنا التقسيم المبسوط، فالإيمان قول وعمل يؤول إلى 4 أشياء. طبعا هو ليس أي قول وليس أي عمل، إنما هو قول مخصوص وعمل مخصوص، وهو ما أمر الله عز وجل به، فهو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. من يعيدها؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. أحسنت.
أما قول القلب فتصديقه وإيقانه، قول القلب تصديقه وإيقانه، وهذا هو أول ما يقع في القلب من الإيمان. أول ما يقع في القلب من الإيمان إنما هو التصديق. التصديق بأي شيء؟ التصديق بالله سبحانه وتعالى، بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، والتصديق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به من عند ربه. هذا قدر لا بد منه في حصول الإيمان، أن تصدق بالله وتصدق برسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه. فلو أن رجلا قال أنا أصدق بالله وأصدق بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأصدقه في كل ما أخبر به إلا كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، هذه لا أعتقد أنه كان صادقا فيها، ما رأيكم؟ هل هو مؤمن؟ يا جماعة، الرجل آمن بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو آلاف مؤلفة من الأحاديث، سوى كلمة واحدة من حديث، ما رأيكم؟ ليس بمؤمن بالاتفاق المعلوم بالضرورة من دين الله. بل لو كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حرف، لو كذبه في حرف فلم يصدق به فإنه يكون ماذا؟ كافرا بالاتفاق. إذن لا إيمان إلا بتصديقه عليه الصلاة والسلام في جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، حالهم ليس كحال المنافقين الذين قال الله فيهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فيقابل هذا الإيمان إما التكذيب الصريح وإما الريب والشك. فلو أن إنسانا كذب النبي صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير قلنا ليس مؤمنا بل هو كافر. كذلك لو أنه ماذا؟ شك، قال والله فيه احتمال، هناك احتمال أن يكون صادقا وهناك احتمال، ايش رأيكم؟ يا جماعة يقول فيه 50% 60% احتمال أنه صادق، لكن فيه 10% أنه ليس بصادق، وحاشاه عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي، ما رأيكم؟ ليس بمؤمن. إذن لابد من ماذا؟ من تصديق وإيقان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ومن باب أولى ثم لم يكذبوا. إذا كان الريب يتناخى، إذا كان الشك يتعارض مع حقيقة الإيمان، فمن باب أولى التكذيب، من باب أولى التكذيب. طيب، قلنا قول القلب وقول اللسان. قول اللسان هو الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. إذن لا بد في حقيقة الإيمان من نطق بالشهادتين مع القدرة، وإلا فهذا القدر من الإيمان ساقط في حق من كان أخرس، من به علة في لسانه لا يتكلم، فهذا القدر ماذا؟ معفو عنه في حقه. أما مع القدرة فلا بد من نطق بالشهادتين وعليه. فلو قال قائل أنا سأصدق بقلبي كل شيء يجيء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمل بكل شيء يأمرني به، ولكن لن أنطق بالشهادتين، ما رأيكم؟ يا جماعة فكروا قليلا، هذا الرجل سيعمل بكل شيء
ها لن يدخر شيئا من التصديق والعمل، لكن فقط ألا تسامحونه في كلمة؟ أجيبه. من المعلوم من دين الله عز وجل بالضرورة أنه لا إيمان إلا بالنطق بالشهادتين، لا بد من أن ينطق بالشهادتين. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا لا بد منه. فلا إيمان البتة إلا بالنطق بالشهادتين للقادر. طيب، قول القلب ها وقول اللسان وعمل القلب. عمل القلب المراد به كل الأعمال الصالحة التي تقع في القلب، التي تكون في القلب، التي يكون محلها القلب، كالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والإخبات والإخلاص إلى غير ذلك. هذه الأعمال الصالحة ها التي تقوم بالقلب من حقيقة الإيمان، ولا بد منها حتى يكون إيمان، لا بد منها حتى يكون إيمان. وإلا فلو قال قائل أنا سأشهد أن لا إله إلا الله بلساني وسأصدق بقلبي غير أني لا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيكم؟ لا إيمان بالاتفاق بين أهل الإسلام. لا بد من قدر من عمل القلب، لا بد أن يحب الله وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يحب كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بد من قدر من الخوف من الله، لا بد من قدر من الرجاء في الله عز وجل. إذن لا بد في حقيقة الإيمان من ماذا؟ من عمل القلب، يعني الأعمال الصالحة التي هي في الباطن وليس في الظاهر. إذن كم عندنا الآن؟ ثلاثة أشياء بقينا في الرابع، وهو عمل الجوارح، وهو الأعمال الصالحة التي تكون في الجوارح التي محلها الظاهر، صلاة، صيام، زكاة، حج إلى آخره، هذه محلها إيش؟ الجوارح، محلها الظاهر خلاف الباطن. وهذه أيضا من الإيمان، ولا إيمان إلا بها. بمعنى لو أن إنسانا قال سأنطق بالشهادتين، سأصدق بقلبي، وسأحب وأخاف وأرجو إلى آخره، لكن اسمحوا لي في العمل لن أعمل بجوارحي شيئا البتة، مهما سمعت الله يأمرني أو أن نبيه صلى الله عليه وسلم يأمرني فإنني لن أعمل. طبعا مع القدرة، نحن نتكلم مع القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما رأيكم يا جماعة؟ الرجل في قلبه إيمان ونطق بالشهادتين، كيف تقولون ليس بمؤمن؟ يا سلام، كلام جميل. العمل جزء من حقيقة الإيمان التي لا وجود للإيمان إلا به، فلا إيمان إلا بعمل، ولا يغني قول عن عمل، ولا يغني اعتقاد عن عمل. ثم هو كاذب أن في قلبه إيمانا أصلا. لماذا؟ لأنه لو كان في قلبه إيمان لظهر أثره على الجوارح ولا بد، فالتلازم حاصل بين الظاهر والباطن. خذها قاعدة، التلازم حاصل بين الباطن والظاهر، إذا صلح الباطن صلح الظاهر ضرورة، لا بد. إذا كان الباطن صالحا ها فالظاهر
لا بد أن يكون صالحا. التلازم حاصل بين الباطن والظاهر. دليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكاذب من يقول إنه مؤمن بقلبه وقد قعد عن جميع الأعمال وما قام بشيء البتة، لكن يمكن أن يكون يأتي ببعض الأعمال ويقصر في بعض، ليس كذلك؟ وكلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله عز وجل. لكن حديثنا في من ترك الأعمال كافة، هذا هو الذي لا يمكن أن يكون مسلما. ولذلك من شروط شهادة أن لا إله إلا الله كما تعلمون شرط الانقياد، شرط الانقياد. لا بد لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون ثمة انقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة، لا بد من انقياد. واضح يا جماعة؟ ولذلك الله عز وجل نبهنا في نصوص كثيرة على أنه لا بد من العمل في الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع عديدة. هذا ليس عبثا، هذا يدلك على أن العمل لا بد منه في حقيقة الإيمان، لا بد منه في حقيقة الإيمان. طيب، قد يقول قائل: وماذا أنت قائل في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يخرج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط؟ طيب، قبل أن أجيبك على هذا الحديث أقول: تعرفون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ قصة معروفة ثابتة في الصحيحين. هذا الرجل لما مات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ماذا قالت ملائكة العذاب؟ قالت: لم يعمل خيرا قط. والسؤال: هل الملائكة تكذب؟ لا والله ما تكذب، أليس كذلك؟ لا يعصون الله ما أمرهم. إذا ما معنى قولهم لم يعمل خيرا قط؟ هو فعلا ما عمل شيئا؟ أليس الهجرة من القرية الفاسدة إلى القرية الصالحة، أليس هذا عملا صالحا؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، هذا ما هو عمل صالح؟ الملك يقول، الملائكة تقول: ها، لم يعمل خيرا قط. أيوة، هذا الكلام جار على سنن كلام العرب، وهو أنهم قد ينفون الشيء لنفي لانتفاء كثير منه أو جله أو شيء مهم فيه. أعيد، من سنن كلام العرب، وهذا له شواهد، أنهم قد ينفون الشيء لانتفاء أكثره أو كثير منه أو شيء مهم فيه. ولذا لما كان هذا الرجل قد قصر كثيرا في أوامر الله، قالت الملائكة: ها، ما عمل خيرا قط. ولذلك يقال للرجل الظالم مثلا: أنت لست بإنسان، فلان ليس بإنسان. يعني كيف انقلب إلى كلب؟ لا، لكنه لأنه فقد شيئا مهما في الإنسانية وهو الرحمة، ها، استحق أن تنفى عنه إيش؟
الإنسانية، أو يقال لابن عاق، أنت لست ابنا، ابن عاق لوالديه، يقال لست ابنا، يعني ابن من؟ ابن جيرانه، هو ابنه في الحقيقة، لكن لأنه فقد شيئا مهما وهو البر استحق أن يقال إنه ليس بإنسان. وهذا توجيه حسن تجده في كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. فهذا الذي ينبغي أن تفهم به هذه الأحاديث، لأن النصوص ينبغي أن يجمع بينها وأن يؤلف بينها. فهذا لأن هؤلاء الذين سيخرجون أخيرا من النار قصروا كثيرا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي فعل أوامره، فقيل في حقهم لم يعملوا خيرا قط، أو يقال إن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل الإيمان، لم يعملوا خيرا قط إيش؟ زائدا على أصل الإيمان، وإلا فأجيبوني. هؤلاء الذين يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط، معهم شهادة أن لا إله إلا الله، معهم لابد، لن يدخل الجنة أحد بدون أن يكون معه مفتاح الجنة وهو الشهادتان، صح ولا لا؟ أين هذا في الحديث؟ الحديث قال إيش؟ لم يعملوا خيرا قط، وأنتم تقولون لابد أن يكونوا قد أتوا بالشهادتين، مع أن هذا ليس منصوصا عليه في الحديث. إذن لابد ستقولون لي لأن الأدلة الأخرى دلت على أنه لا يمكن أن يدخل أحد إلا بالشهادتين، نقول وكذلك الأدلة قد دلت على أنه لابد أن يكون الإنسان قد عمل شيئا بجوارحه من العمل الصالح. فالنصوص ماذا؟ يؤلف بينها ويجمع بينها، فيكون معنى الحديث لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل الإيمان، فلا بد في تحقيق أصل الإيمان من قدر من عمل القلب، ومن قدر من التصديق، ومن قدر من عمل الجوارح، ومن قدر من النطق وهو التلفظ بالشهادتين. فهمنا يا جماعة أو صعب عليكم الأمر؟ المهم عندي أن نفهم أنه لا بد في حقيقة الإيمان من ماذا؟ من عمل بالجوارح في الجملة، لا بد من عمل بالجوارح في ماذا؟ في الجملة، وليس المراد أن يعمل كل عمل، بمعنى لو أنه قصر في واجب من الواجبات نقول إنه يكفر، نقول حينها نحن وافقنا مذهب الخوارج، إنما المقصود أنه لا بد كما بين شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الأوسط، لا بد من فعل شيء من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، أما أحد الأعمال فلو ترك منها شيئا باستثناء الصلاة، فالصلاة لها وضع خاص، إذ الصحيح أن من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، لكن ما عداها على الصحيح لو ترك أحد الأعمال وأتى بأشياء وترك أشياء فإننا نقول إنه ماذا؟ قد حقق أصل الإيمان، حقق أصل الإيمان. طيب إذن هذه هي حقيقة الإيمان، وهذه القسمة الرباعية تؤول إلى القسمة الثلاثية، حينما نقول إن الإيمان كما قال المؤلف قول باللسان، فهو الذي قلناه قبل قليل قول اللسان، وإخلاص بالقلب. قد يعبر العلماء، تلاحظون يقول إخلاص بالقلب، طيب الخوف ليس إيمانا؟ فقط الإخلاص والرجاء والمحبة هذه ليست إيمانا؟ لا، قد يعبر العلماء بفرد من أفراد أعمال القلوب على سبيل التمثيل، وإلا فالمراد
أعمال القلوب. المراد إيش؟ أعمال القلوب وليس الإخلاص فقط. هنا يقول إيش؟ وإخلاص بالقلب، لأن محله القلب فهو عمل قلبي، يعني الإخلاص مع غيره من أعمال القلوب وليس الإخلاص وحده. ليس الإخلاص وحده. قد يعبرون فيقولون وتصديق بالقلب، مرادهم أعمال القلوب ومنها التصديق، لكن لا شك أن التصديق والإخلاص أهم شيء، صح ولا لا؟ لكن ذلك لا يكفي، لا يكفي التصديق والإخلاص عن محبة، لا يكفي التصديق والإخلاص عن خوف من الله سبحانه وتعالى وهلم جرا. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال وعمل بالجوارح. هذه القسمة الرباعية هي نفسها القسمة الثلاثية، لكن هناك فصلنا أكثر فجعلنا القلب ينقسم إلى إيش؟ قول وعمل. هنا جمعهما في شيء واحد، جمعهما في شيء واحد. قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. هذا من أصول أهل السنة والجماعة ومن شعائر أهل السنة والجماعة الظاهرة والعلامات الباهرة البينة له التي تميزهم عن غيرهم، أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من حقيقة الإيمان، وهذا ما يركزون عليه كثيرا لبيان مخالفتهم لمذهب المرجئة، لبيان مخالفتهم لمذهب المرجئة. قال رحمه الله يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. اعلم يا رعاك الله أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان يتلخص في ثلاثة أسس. مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان يتلخص في ثلاثة أسس. هل منها عدم النوم في الدرس؟ أجيبوا يا أيها النائمون. لا، أكيد ليس منها، صح؟ طيب، الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، وهذا ما سبق بيانه. الأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات، وهذا من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه. في ستة مواضع من كتاب الله عز وجل ذكر زيادة الإيمان صريحا، وأن الإيمان يزيد حقا، فزادتهم إيمانا. ويقول الله جل وعلا في سورة آل عمران يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك من المواضع. كما جاءت زيادة الإيمان بالمعنى ليس باللفظ، يعني بالمعنى كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فكون الإيمان يزيد وينقص، أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا من الحقائق الثابتة التي لا شك فيها. ولو لم يرد هذا في النصوص فما يشعره الإنسان في نفسه كاف في إثباته. كل واحد يعرف من نفسه أن إيمانه يزيد وينقص. ولذلك أخبروني، هل نحن الآن على ما كنا عليه في رمضان، وبالذات مثلا في العشر الأواخر منه؟ في الغالب لا، الأمر ماذا؟ مختلف. لا في الإيمان الباطن
ولا في الإيمان الظاهر. كم كنا نقرأ من القرآن في تلك الليالي والأيام الشريفة، وكم كنا نصلي من الليل، وانظر إلى حالنا بعد ذلك. إذن الإيمان وإيش؟ يزيد وينقص. والسؤال، ما الذي يزيد وينقص؟ هل هو إيمان الباطن أم هو إيمان الظاهر؟ كلاهما يزيد، وكلما زاد هذا أثر في زيادة هذا. من زاد إيمانه الباطن ازداد حبا لله وشوقا للقائه وخوفا من عذابه، سوف تنبعث جوارحه في طاعة الله عز وجل، تجد أنه سيصوم وسيقوم وسيذكر الله عز وجل، صح ولا لا؟ فتؤثر زيادة الباطن في زيادة الظاهر، والعكس صحيح. وإن كان الغالب أن الباطن يؤثر في الظاهر، لكن العكس أيضا صحيح. فكلما ازددت عملا بجوارحك عاد هذا على قلبك بزيادة إيمانه، صح ولا لا يا جماعة؟ كلما اجتهدت ونشطت وأكثرت من تلاوة القرآن مثلا، فإنك ستجد أن هذا انعكس على قلبك بالزيادة. وكذلك الأمر في النقصان، متى ما وقع في القلب أنواع من السيئات فإن الإيمان ماذا؟ سينقص. إذا تكبر، إذا اغتر بنفسه، إذا رأى في أعماله، فكل هذا سيعود على إيمانه بماذا؟ بالنقص. ثم سيؤثر هذا على عمله، صح ولا لا؟ سينقص عمله. والعكس، إذا أطلق نظره في الحرام وأطلق سمعه في الحرام وأطلق لسانه في الحرام، إذا شرب ما لا يحل له، إذا شم ما لا يحل له، هذه كلها أشياء من المعاصي تقع بالظاهر، يا ترى ما تأثيرها على القلب؟ أجيب، ستؤثر فيه تأثيرا عظيما. كل معصية ستنكت في القلب نكتة سوداء، والقلوب يا إخوتاه تنفصل إلى قلوب سوداء وقلوب بيضاء وبينهما، صح ولا لا؟ بعض القلوب تصبح كالكوز مجخيا، قد انحرفت انحرافا عظيما. الكوز يعني الإناء، مجخيا يعني مقلوبا. كأس اقلبه على فمه ثم صب عليه بحار الأرض، هل تدخل فيه نقطة واحدة؟ إذن كل ما يأتيه من مواعظ وعلم وخير إن هذا لا ينبت نبتة صالحة في قلبه، والسبب أنه قد علاه الران والعياذ بالله، فأصبح ما يستقبل الخير ولا يزكو فيه الخير، نسأل الله العافية والسلام. إذن المقصود أن كلا الأمرين مؤثر في الآخر زيادة ونقصان، الباطن يؤثر في الظاهر والظاهر يؤثر في الباطن. إذن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك هذا من مواضع الجهاد في حياة الإنسان، أن يجاهد نفسه على زيادة الإيمان، أن يجاهد نفسه على الحذر من نقصان إيمانه. فالمعركة على أشدها بين الإنسان وهواه وشيطانه، فغالب ومغلوب، فغالب ومغلوب. فعلى الإنسان أن يكون حصيفا بصيرا، أن يكون واعيا، لا أن يمشي في الحياة سبهللا، لا يعرف ما هدفه، لا يعرف ما هي غايته،
لا يعرف ما هي المعركة الكبرى التي ينبغي أن يجعل حياته مجردة لها، ما أكثر من يجعل معركته في الحياة التي يجالد عليها ويقاتل عليها إنما هي الدنيا، إنما هو المال، إنما هو حطام هذه الحياة القذرة، فقط صباح ومساء لا أفكر إلا في الدنيا، في العمل، في التجارة، تحصيل المال. الله عز وجل ما خلقنا لهذا، الله ما خلقنا لهذا، الله ما خلقنا لا لزواج ولا لأولاد، ولا خلقنا لجمع مال، ولا خلقنا لتجارة، ولا خلقنا لوظيفة، ولا خلقنا شيء من هذا كله، إنما خلقنا الله جل وعلا لنكون عبيدا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أهم المهمات تكون هذه القضية نصب عينيك، أن تكون مجتهدا في زيادة إيمانك، حذرا من نقصان إيمانك إلى اللحظة التي تخرج فيها روحك، إلى آخر نفس يخرج وتنتهي وينتهي كل شيء بالنسبة لك في هذه الحياة. هنا أبشر، أنت فزت، أنت هنا سعيد. أما أن يكون هم الإنسان صباح مساء إنما هي الدنيا، فهذا من الخذلان. وليس المقصود يا إخوتاه أن الإنسان يتخلى عن الدنيا، هذا ليس مطلوبا وهذا ليس ممكنا. التخلي بالكلية عن الدنيا إيش؟ ليس مطلوبا، بل ليس ممكنا أصلا. ومن ادعاه فقد كذب. من ادعى أنه تخلى عن الدنيا بالكلية كاذب. وإنما الذي ينبغي أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب. مثل هذا شيخ الإسلام بمثال لطيف. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، ما أدري هو قال لا تنم في الدرس، ها؟ لا ما قال، لكن أنا أقول، يقول شيخ الإسلام الدنيا ينبغي، أنا أذكر كلامه بالمعنى، ينبغي أن تجعلها كالخلاء، دورة المياه لا غنى لك عنها، صح ولا لا؟ بيت الخلاء هذا لا بد لكل إنسان منه، ولكن هل هو في قلبه؟ يدخله وهو مستمتع ما شاء الله. إنما بقدر إيش الحاجة هو يسرع في الخروج منه، إذا انتهت حاجته يبادر مباشرة يأخذ من هذا المكان قدر حاجته، الوقت القليل الذي بالكاد يكفي ويبادر بالخروج. من جعل الدنيا بهذه المثابة إنه والله هو الرابح، من جعل الدنيا بهذه المثابة فهو الرابح. اجعل دنياك كالخلاء، خذ منها القدر الذي تحتاجه، ثم بعد ذلك شمر واجتهد بطاعة الله عز وجل، فإن الأمر قريب، اليوم غدا بعد غد الله أعلم سنغادر الحياة، صح ولا لا؟ يعني مهما طال الأمر أو قصر فهو قريب، تأتي تلك الساعة بغتة، ما ندري والله هل نقوم من مجلسنا هذا أو لا نقوم، هل أحد عنده ضمان أنه سيقوم من هذا المجلس؟ والله ما عنده. فعلى الإنسان أن يكون واعيا متيقظا. اليقظة يا إخوته خير ما يعطاه الإنسان في هذه الحياة، أن يكون ماذا؟ متيقظا وليس غافلا، كن متيقظ حتى وإن زلت به القدم، إن غلبه الشيطان، المتيقظ سريع الأوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصرون. هذا هو الفرق بين المتقي وغيره، ليس أنه معصوم، لا، العصمة هذه لي
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنما أهل التقوى أنهم يتحاشون معاصي الله عز وجل ولا تقع منهم إلا على ندرة، ثم إذا وقعت بادروا بالتوبة والأوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المقصود أن موضوع زيادة الإيمان ونقصانه هذا من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن توليها حظها من الاهتمام. الأساس الثالث، إيمان المؤمنين متفاوت. ماذا؟ إيمان المؤمنين متفاوت، يعني أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة بخلاف قول المرجئة الذين يقولون إنهم سواء كأسنان المشط. هذا القول غلط، مخالف للأدلة وللواقع أيضا. بل أهل الإيمان ماذا؟ متفاوتون تفاوتا عظيما. ولذا في صحيح البخاري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، وهي قال رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص. ما هو القميص؟ هذا الذي نسميه اليوم إيش؟ ثوب. هذا هو القميص. قال عرض علي الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع ثدي. لا إله إلا الله، تخيل تلبس ثوب طوله إلى هنا، تلبس ثوب طوله إيش؟ إذن هو إيش؟ قصير جدا. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قميص يجره يعني طويل يسحب في الأرض. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. والدين والإيمان بمعنى واحد. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال إيش؟ الدين. إيمان عمر إيمان عظيم. ودون ذلك درجات، حتى إن منهم من إيمانه ماذا؟ ضعيف جدا. حتى مثل له بهذا المثال العجيب أن يلبس ثوبا يصل إلى هذا إلى ثديه. إذن الناس يا إخوتاه ماذا؟ ليسوا على درجة واحدة، متفاوتون تفاوتا عظيما. وهم في الجملة على ثلاث درجات دل عليها قول الله جل وعلا في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الدرجات الثلاث هي: أولا درجة أصل الإيمان. أهل أصل الإيمان هم أصحاب هذه الدرجة الذين معهم إيش؟ أصل الإيمان. تسمى هذه الدرجة درجة مطلق الإيمان، كما قلنا سابقا. مطلق الإيمان يعني أصله. ويندرج في هذه الدرجة أهل الكبائر، عندهم أصل الإيمان، نطقوا بالشهادتين، وعندهم قدر من عمل القلب وتصديقه، وعندهم عمل الجوارح، ولكنهم تاركون لبعض ما أمر الله، واقعون في بعض ما نهى الله عنه. فهؤلاء أهل هذه الدرجة، درجة إيش؟ أصل الإيمان، وإن شئت فقل درجة مطلق الإيمان.
درجة الثانية درجة الإيمان الواجب. درجة إيش؟ الإيمان الواجب. الأولى يقابلها في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، هذه واحدة. الثانية مقتصد. هؤلاء أهل درجة الإيمان الواجب، أتوا بأصل الإيمان وفعلوا كل ما أمر الله به واجتنبوا كل ما نهى الله عنه، وإذا قصروا بادروا بالتوبة، لكن ما عندهم شيء زائد، مستحبات وسنن، ها؟ ما عندهم، إنما يقتصرون على الواجبات ويؤدونها على وجهها. هؤلاء أهل درجة إيش؟ الإيمان الواجب، وقد يسميهم بعض أهل العلم درجة كمال الإيمان الواجب، درجة كمال الإيمان الواجب. وهؤلاء على خير، وهؤلاء من أهل الجنة، وهؤلاء من أهل النجاة. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، واجتنب الكبائر، دخل الجنة أو قال فله الجنة. دخل الجنة أو قال فله الجنة. تلاحظ أن هذا أتى بإيش؟ بالواجبات، وكف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، اجتنب الكبائر، وبالتالي اجتنب الإصرار على الصغائر. إنما تأتي منه صغائر على ندرة دون إصرار، دون إصرار. هذا فليبشر أنه من أهل الوعد. أما أهل الدرجة الأولى فهم من أهل الوعيد، ولهم مطلق الوعد. أما أهل الدرجة الثانية والثالثة فهم من أهل الوعيد المطلق. أعيد، خذها قاعدة: أهل مطلق الإيمان لهم مطلق الوعد، وأهل الإيمان المطلق ها لهم الوعد المطلق. الوعد إيش؟ الكامل، الوعد بدخول الجنة من أول وهلة. أما الأولون فلهم ماذا؟ مطلق الوعد، لهم حظ من الوعد لأن مآلهم إلى الجنة قطعا، وقد يتجاوز الله عز وجل عنهم ويدخلون الجنة من أول وهلة. ولذلك قلنا لهم إيش؟ مطلق الوعد. أما الوعد المطلق الكامل فإنه لماذا؟ لأهل الإيمان المطلق. فأهل الدرجة الثانية والثالثة يقال لهم أهل الإيمان المطلق، وإن كانوا فيه ماذا؟ متفاوتين، لكنهم في الجملة من أهل الإيمان المطلق الذين لهم الوعد المطلق. أهل الدرجة الأولى كما قلت هم أهل الوعيد، ها؟ لا، هم أهل الوعيد، أهل الوعيد المطلق، هؤلاء هم الكفار، لكن هؤلاء من أهل الوعيد في الجملة، لهم مطلق الوعيد، لهم حظ من الوعيد، متوعدون لاجتنابهم ما أمر الله وفعلهم ما حرم الله في أشياء كثيرة. لكن المقصود أنهم من أهل الوعيد ولهم مطلق الوعد، ليس أنه انتفى في حقهم الوعد بالكلية، العصاة والمذنبون أو لا، ليس، لا نقول إنهم انتفى في حقهم الوعد كما تقول الخوارج، إنما لهم إيش؟ مطلق الوعد. كذلك لا نقول كما تقول المرجئة إنه لا أثر لما يأتون به في إيمانهم، مهما فعل فهو مؤمن كامل الإيمان فله الوعد المطلق، نقول هذا غير صحيح. إنما الحق بينهما، الحق بينهما، فهو من أهل الوعيد، لا يدخل في المدح والثناء إذا كان سياق ذكر أهل الإيمان سياق مدح وثناء. فهؤلاء أهل الدرجة الأولى إيش؟ لا يدخلون فيه. لكن إن كان السياق في ذكر أهل الإيمان سياق أمر ونهي فإنهم إيش؟ يدخلون فيه. يا أيها الذين آمنوا
ها اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا يدخل فيه أهل الدرجة الأولى. نعم، لكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هؤلاء ما يدخلون. إذن وصف الإيمان في مقام الثناء لا يتناول أهل الدرجة الأولى، وإن كان له مطلق الوعد، لكنه في باب الأمر والنهي، ها في باب التكليف فإنهم يدخلون. طيب، أهل الدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة درجة الإيمان المستحب، وإن شئت فقل درجة كمال الإيمان المستحب. وهؤلاء أتوا بأصل الإيمان وزادوا عليه فعل الواجبات والكف عن المحرمات، ثم ارتقوا إلى فعل المستحبات والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. أعيد، أهل هذه الدرجة معهم إيش؟ أصل الإيمان، وارتقوا ففعلوا جميع الواجبات وكفوا عن جميع المحرمات، وارتقوا إلى درجة أعلى وهي فعل المستحبات والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. المكروهات ما نهي عنها نهيا غير جازم، المحرمات نهي عنها نهي جازم، المشتبهات التي ليست بحلال بين ولا بحرام بين وبينهما مشتبهات، وفضول المباحات هي المباحات التي لا تعين على أمر الآخرة، فهؤلاء يضنون بأعمارهم وأوقاتهم عن أن تضيع فيها. مباحات هي من المباحات، ولكنها يعني من تناولها وفعلها فإنه ما فعل محرما، صح ولا لا؟ لكن هؤلاء أهل يقظة، عمرهم غال عليهم وأوقاتهم ثمينة عندهم، ولذلك لا يفعلون أي مباح إلا شيئا ماذا؟ يعينهم على أمر الآخرة. يعني إذا تناولوا الطعام، تناولوا الطعام الأصل فيه أنه مباح، لكنهم يريدون الطعام حتى يتقوون على طاعة الله، ينامون ولكنهم يريدون من النوم تقوي على طاعة الله، وليس النوم في قاعة الدرس. هذا من الشيطان، عرفتم يا إخوة؟ حتى لو تباسط مع إخوانه وتباسط مع أهله وأولاده، إنما مراده أن يقوى قلبه حتى يستعين على طاعة الله عز وجل، حتى لا يكل قلبه، يستعين بشيء من هذه المباحات على القيام على شأن الآخرة والعمل لها. فهؤلاء إنما هذا شأنهم ودابهم، أما ما زاد على ذلك من فضول المباحات فإنهم لا يضيعون فيها إيش؟ أوقاتهم. طبعا نحن نتكلم عن درجة ماذا يا إخوتاه؟ درجة عالية، المتكلم ما شم لها رائحة، لكننا نقرأ هذا الكلام لكن فرق بين العلم بالشيء وذوق الشيء، فرق بين إيش؟ العلم بالشيء وكونك تعلم أنها هنا شاهي، ها؟ هذا شيء، وكونك تذوقه شيء آخر. فهذه الدرجة العليا من الإيمان نحن نقرأ عنها ونعلم وصفها، ولكن هذا شيء وذوق هذه الحلاوة والوصول لها بالفعل هذا شيء آخر، والله المستعان. طيب، إذن هذه درجات أهل الإيمان في الجملة، هذه درجات أهل الإيمان في الجملة. وينبغي أن تعلم أن أهل كل درجة هم فيها متفاوتون،
وليسوا فيها على درجة واحدة، ولذلك هذا تقسيم تقريبي. وإلا فمثلا أين تضعون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ في الدرجة الثالثة، في أعلاها. ومع ذلك عمر ها أقل درجة من أبي بكر، صح ولا لا؟ وعثمان من أهل هذه الدرجة ولكنه أقل درجة من الشيخين، وعلي رضي الله عنه من أهل هذه الدرجة ولكنه وهلم جرا، واضح؟ إذن أهل الدرجة نفسها هم فيها متفاوتون. والدرس المستفاد الآن هو أن تنظر في نفسك وتتأمل في مرآة قلبك، أين تضع نفسك؟ هذا سؤال أجب نفسك فيه على نفسك، ليس أحد بحاجة إلى جوابك، أنت بحاجة إلى أن تجيب نفسك، أين أنا؟ في أي درجة من هذه الدرجات؟ ثم بعد ذلك اختر لنفسك ما شئت، اعمل لما تريد أن تصل إليه. الناس هممهم متفاوتة، أبو بكر رضي الله عنه همته أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية، أين هذا من همة الواحد منا يا أخوتي؟ الناس بينهم تفاوت عظيم في الهمم الإيمانية، والله المستعان. إذن عندنا ثلاثة أسس يا أخوتي، من يعيدها لنا سريعا؟ أريد أحد من الخلف هناك، ما هي هذه الأسس يا قوم؟ هاي شيخ ارفع صوتك قليلا. لا لا لا، الأسس التي قام عليها مذهب أهل السنة في باب الإيمان. ها، الجار أحق بصقبه، أنت من التفت؟ الإيمان قول وعمل. لا، ما تنظر في الورق، أريد الحافظ. ها، الجار أحق بصقبه، هذا واحد. الإيمان يزيد وينقص، إيمان المؤمنين متفاوتون. بارك الله فيكم، هذه أهم المسائل. ثمة مسائل في باب الإيمان أخرى لكن ما عندنا وقت للبحث فيها، ويكفيني أن نقف عند أهم المسائل. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، سواء كانت أعمالا قلبية أو أعمالا ظاهرة، سواء كانت أعمالا قلبية أو أعمالا ظاهرة، وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة. نعم، الظاهر والباطن كلاهما يقع فيه الزيادة والنقص. قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. انتبه هنا إلى كلمة لا يكمل، يبدو والله أعلم أنه لا بد من توجيه هذه الكلمة بأنه يريد لا يصح أو لا ينفع قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى قوله إلا بنية، هل النية علاقتها بالعمل أو بالقول إنما هي علاقة كمال، ولا من حيث أصل العمل لا بد فيه من نية؟ أجيبوا يا جماعة، أصل العمل، يعني لا يصح لك عمل إلا بنية، صح ولا لا؟ إنما الأعمال بالنيات. كذلك بموافقة السنة، لو عمل الإنسان بدعة مقبولة، موافقة السنة هذا في أصل العمل، لا يصح العمل أصلا إلا بموافقة السنة، صح ولا لا؟ إذن كذلك قوله لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، يريد أنه إيش؟ لا يصح أو لا يقبل، لا بد أن يحمل على شيء من هذا. كل قول لا بد فيه من عمل، وكل عمل وقول لا بد فيهما من نية، إنما الأعمال بالنيات. وهذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون في ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
أراد أن يبين حكم أهل الكبائر. ما هو الذنب الذي أراده رحمه الله هنا؟ أراد الذنب يعني المعصية التي هي دون الكفر الأكبر، أراد المعصية التي هي دون الكفر الأكبر، ولم يرد جنس المعاصي، فإن جنس المعاصي الكفر داخل فيها، لكنه أراد المعنى العرفي المنتشر، يقال هذه معصية وهذه كفر، هذه معصية وهذه كفر، مع أن الكفر أيضا أليس عصيانا لله عز وجل؟ الكفر ليس طاعة لله، الكفر عصيان لله، صح ولا لا؟ لكن جرى العرف على تخصيص كلمة المعصية بما هو دون الكفر والشرك، بما هو دون الكفر والشرك. إذن لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. أهل القبلة يعني الذين مرادهم بأهل القبلة أهل الإسلام. لما؟ لأنهم يتوجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة، فصار في عرف أهل العلم وصف أهل الإسلام بأهل القبلة. هذا من الأمور الظاهرة فيهم، كل من كان في الشرق والغرب والشمال والجنوب على هذه الكرة الأرضية كلهم يتوجهون إلى مكان واحد هو الكعبة، فيقال عن أهل الإسلام أهل القبلة. إذن لا يكفر أحد بذنب يعني بمعصية دون الكفر. ومن أهل العلم من استحب أن تكون العبارة دقيقة كابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، قال لعل الأولى أن يقال لا يكفر أحد بكل ذنب، لا يكفر أحد بكل ذنب. هنا تلاحظ أنه أراد إيش؟ أدخل الكفر، أراد جنس المعصية، أدخل الكفر في هذه الذنوب والمعاصي. فليس كل ذنب يكفر به الإنسان، عفوا، ليس كل ذنب لا يكفر به الإنسان، إنما هو يكفر بما هو كفر ولا يكفر بما هو دون ذلك، لكن عبارة المؤلف واضحة ومراده ظاهر. وعلى كل حال، أهل الكبائر مذهب أهل السنة والجماعة فيهم مذهب متوسط بين غلو الوعيدية وتفريط المرجئة. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر يرجع إلى أربعة أشياء. خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر يرجع إلى أربعة أشياء. أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب والمعاصي منقصة للإيمان والتوحيد وصاحبها على خطر عظيم. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب والمعاصي منقصة للإيمان والتوحيد وصاحبها على خطر عظيم. لا شك، كم من وعيد في النصوص على معصية الله، هذه ليست عبثية، هذه النصوص ليست عبثية، ليست هزلا، صح ولا لا يا جماعة؟ فصاحب المعاصي عليه أن يعلم أن هذه المعاصي قد توبقه، قد توقعه في عذاب الله عز وجل، نعوذ بالله من عذابه. إذن صاحب المعاصي ماذا؟ على خطر، ليس فقط الخطر من العذاب الأخروي، هناك خطر آخر يغفل عنه كثير من الناس، ولا سيما من هو نائم في الدرس، ألا وهو أن المعاصي مدرجة ومرقاة قد توصل إلى الكفر. المعصية قد تجر الإنسان من صغير إلى كبير، من شيء إلى شيء، حتى لربما أوقعته في الكفر والعياذ بالله. وهذا ما حذر منه السلف، حتى قالوا إن المعاصي بريد الكفر، بريد الكفر. لما؟ لأنها قد تنتقل بالإنسان شيئا فشيئا. الشيطان يا إخوتاه ليس له خطوة واحدة، إنما له ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
شيء فشيء تنتقل، تبدأ المسألة صغيرة تنتقل إلى كبيرة تنتقل إلى أكبر، حتى وربما والعياذ بالله يرتد الإنسان. فكم من ناس عشقوا عشقا محرما أودى بهم إلى الوقوع في الردة والكفر. البداية إيش؟ عشق معصية، ها؟ والنهاية كفر والعياذ بالله. قد يتعلق قلب الإنسان بمحبوب ومعشوق له، قد يوصله الأمر إلى أن يسجد له، وقد حصل إلى أن يسجد له. إذن لا ينبغي أن يستهان بالمعاصي، فأمرها عظيم. هذا ما يعتقده أهل السنة أولا. ثانيا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يكفر في الدنيا. كافر صاحب الكبيرة؟ لا، بل هو في داخل الدائرة الإسلامية، في داخل الملة الإسلامية، هو مسلم، وإن أتى ما أتى من المعاصي والذنوب، وإن كثرت منه، وإن تكررت منه، وإن أظهرها وأعلنها، ما لم يأتي شيئا من نواقض الدين فإنه لا يزال إيش؟ مسلما، حتى لو كثرت معاصي. أجيبه، نعم، حتى لو تكررت كل يوم كل يوم، حتى ولو أظهرها وأعلنها ونشرها في الصحف، نعم، ما لم يظهر منه إيش؟ ناقض، سبب من أسباب الردة. استهزأ بالله، كذب الله، استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين، دعا غير الله، إلى آخره من أسباب الردة. هنا انتقل من الإسلام إلى الكفر. لكن بما أنه يعاقر المعاصي التي هي دون الكفر، فإنه لا يزال إيش؟ مسلما. والأدلة على هذا بالعشرات. ولذلك اتفق أهل الإسلام على أن صاحب الكبيرة إذا مات يصلى عليه، وعلى أنه يدفن أين؟ في مقابر المسلمين، وعلى أنه يغسل ويكفن، فيعامل معاملة ماذا؟ المسلمين، يعامل معاملة المسلمين. والله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ولاحظ يا رعاك الله أنه في الغالب، في الغالب إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين أن تكون إحداهما ظالمة والأخرى مظلومة، صح ولا لا؟ والظالمة أتت معصية الله ولا لا؟ أتت معصية الله، ومع ذلك سمى الله الطائفتين بالمؤمنين. في أدلة أخرى كثيرة، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، هذا في حق القاتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. سمى الله عز وجل ولي الميت أخا للقاتل، مع أنه قاتل، إذا عفى عنه ولم يقتص منه. القصاص يكون في القتل إيش؟ العمد، العدوان، وهذا من أعظم المعاصي. أعظم الذنوب والمعاصي بعد الكفر هو القتل والعياذ بالله، القتل، العمد، العدوان، هذا إيش؟ طيب خلاص، قال لا أريد ولي القتيل، ها؟ قال لا أريد القصاص، لكن إيش؟ أعطني مقابل هذا مالا. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، قال خلاص أنا أعفو عن القصاص مقابل شيء من المال. من أخيه، إذن هناك أخوة، ولا أخوة بين مسلم وكافر، صح ولا لا؟ فهو قاتل ومع ذلك بينه وبين ولي القتيل أخوة. قال الله: فاتباع بالمعروف وأداء إليه، لا تماطل، وسامحك من القصاص فعليك أن لا تماطله بأداء ما عليك من المال يا أيها القاتل. الشاهد في قوله من أخيه، إذن القاتل لم يكفر. طيب ثالثا، أنه في الآخرة، يعتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بذنوبه، وإن شاء عفى عنه فأدخله الجنة ابتداء.
إن شاء عذبه بسبب ذنوبه وإن شاء عفى عنه فأدخله الجنة ابتداء، أدخله مع أهل الدرجتين، ها الثانية وإيش والثالثة، دخل الجنة مع أول وهلة. والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فإن شاء عفى عنه بمشيئته المقترنة بحكمته فأدخله الله عز وجل الجنة، مع ملاحظة قيد ذكرته لكم سابقا. ما هو؟ لا لا، من يقول؟ ماذا؟ لا لا، قلنا صاحب الكبيرة تحت المشيئة، ولكن هذا بالنظر إلى لا، بالنظر إلى كل فرد فرد، ولا بد من أن يعلم أن بأن هناك طائفة من العصاة أهل الكبائر لا بد أن يعذبوا. أحسن، نسيتم؟ تكلمنا عن هذا أو لا؟ وقلنا إن الأدلة قد دلت على أن من العصاة من سيعذب قطعا، ولذا إذا قلنا إن أهل الكبائر تحت المشيئة يعني بالنظر إلى كل واحد من حيث هو، لكن مجموعهم لا بد من طائفة أو لا بد لطائفة منهم أن يدخلوا النار حتى تصدق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا مما يبعث الخوف في النفس كما قد علمنا. الأمر الرابع، يعتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل دخوله دخول مؤقت لا مؤبد. أعيد، يعتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة إن دخل النار يعني إن شاء الله تعذيبه، إن لم يشأ الله العفو عنه. طيب، دخل النار، يعتقدون أنه لا يخلد فيها، بمعنى دخوله دخول مؤقت، يعني إيش مؤقت؟ إلى مدة كم؟ الله يعلمه، إلى مدة الله يعلمها، دخوله دخول مؤقت لا مؤبد. دخول النار الدخول المؤبد إنما هو لمن؟ للكفار، نعوذ بالله من حال الكفار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نعوذ بالله من هذه الحال. طيب، هذه الأربعة أمور تلخص لك إيش مذهب أهل السنة في أهل الكبائر، والمؤلف نبه على الأمر كم؟ لما قالوا لا يكفر أحد بذنب أهل القبلة، أربعة؟ اثنين، نبه على الرقم الثاني أو على المسألة الثانية. قال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان مسألة من مسائل الروح، والروح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يحل بالبدن، وبحلوله بالبدن تكون حياته، حياة البدن، صح ولا لا؟ وبخروج الروح من البدن تكون وفاته، صح ولا لا؟ وهذه الروح موصوفة بصفات دلت عليها الأدلة، ككونها تصعد وتهبط، وكونها تعذب أو تنعم، وكونها تحنط وتكفن، وما عدا ذلك فإننا نقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما ندري.
لكن هذا القدر الذي علمناه، علمنا شيئا يسيرا عنها، ولا ندري عن أشياء أخرى فيها. والروح يا مشايخ إذا خلقها الله سبحانه وتعالى هل تفنى أو لا تفنى؟ ما رأيكم؟ تفنى أو لا تفنى؟ تفنى، لا تفنى، تفنى لا تفنى. تلف العلماء. طيب، الروح مخلوقة للبقاء لا للبناء لا للفناء. إذا خلق الله عز وجل فإنها باقية لا تفنى، ولذا إذا خرجت الروح من البدن عند الموت، الموت ما هو؟ مفارقة الروح للبدن. إذا فارقت الروح البدن هل تنتهي وتتلاشى؟ ها؟ هي باقية وتكون في ماذا؟ في نعيم أو في عذاب، إلى أن تعود إلى الجسد مرة أخرى. ثم بعد ذلك الناس منقسمون إلى دارين أبديتين، جنة أو نار، وأهل الجنة باقون وأهل النار باقون. إذن الروح ماذا؟ لا تفنى، إنما تفارق البدن في حال وتحل به في حال أخرى. واضح يا جماعة؟ الروح لا تفنى، وهذا الذي ينبه عليه المؤلف رحمه الله. قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة، يعني تنعم إلى يوم يبعثون. أرواح المؤمنين عموما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها في الحديث الصحيح كما عند أحمد وغيره. قال رحمه الله عنها: إنها تعلق في شجر الجنة. تعلق يعني ترعى وتأكل. ماذا؟ تعلق في شجر الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. إنما نسمة المؤمن، نسمة يعني روح، روح المؤمن يجعله الله عز وجل على هيئة طائر. إنما نسمة المؤمن طائر يعلق أين؟ في شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة، إذا بعث، ها، إذا جاء وقت البعث فيعيد الله عز وجل الروح إلى البدن. مع أن هناك علاقة بين الروح والبدن في حال البرزخ، ولذلك أحوال الروح يا مشايخ من حيث تعلقها بالبدن خمسة، ساقها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. أولا، علاقة الروح بالبدن حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، إذا مضت عليه 40 ثم 40 ثم 40 يبعث الله إيش؟ ملكا فينفخ الروح فيه. هذا تعلق للروح بالبدن حال كون الإنسان ماذا؟ جنينا في بطن أمه. واضح؟ وهذا التعلق ضعيف، لأن هناك يعني تبعية لهذا الإنسان مع أمه، صح ولا لا؟ طيب، ثانيا، تعلق الروح بالبدن بعد الولادة، هذا التعلق الذي نحن فيه الآن،
وهو الذي يتعلق به التكليف، تتعلق الروح بالبدن تعلقا أكمل من التعلق إيش السابق. ثالثا، تعلق الروح بالبدن حال النوم. تعلق الروح بالبدن حال النوم أضعف من التعلق الذي يكون في اليقظة، ولذلك الروح متصلة بالبدن من وجه منفصلة من وجه آخر، ولذا كان النوم أخا للموت أو موتا أصغر، صح ولا لا؟ لأن هناك تعلقا من وجه وانفصالا من وجه آخر. الحالة الرابعة، تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فقد ثبت في حديث البراء رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره أن الروح إذا خرجت من البدن قال صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل الشاهد منه أنه قال: فتعاد روحه في بدنه ويأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه إلى آخره. الشاهد أنه إيش؟ ولكن هل هو العود الذي أو هل هو التعلق الذي في الدنيا؟ لا، هذا تعلق آخر الله أعلم بكيفيته. ولذلك أنا أنبه هنا إلى شبهة للقبوريين. يقول القبوريون: أنتم تقولون إن دعاء الأموات شرك، سلمنا بهذا، لكن انتبه معي، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه إذا سلم عليه المسلم فإن الله يعيد إليه روحه فيرد عليه السلام؟ يقول القبوريون: كم من مصل ومسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحظة الواحدة؟ كثير جدا، صح ولا لا؟ إذن لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حيا، إذن أنا إذا دعوت فإني أدعو حيا. وهذه يا مشايخ شبهة داحضة. لماذا؟ لأن عود الروح إلى بدن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عود برزخي الله أعلم بحقيقته، وليس هذا هو الحياة الدنيوية التي تتعلق بها الأحكام. نحن نقول دعاء الحي القادر، دعاء الحي الحاضر القادر جائز، لكن في حال الحياة الدنيوية. أما في البرزخ فهذه حياة أخرى الله أعلم بكيفيتها، وكل أهل البرزخ عندنا أموات، قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلا تتعلق الأحكام الدنيوية بهذا العود البرزخي، انتبهوا. ولذا لو طردنا مذهب القوم، تدري ما الذي يترتب على هذا القول؟ لأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياتنا في قبره، تدري ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الأمة كلها كافرة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنها رضيت أن يكون أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم محبوسا تحت التراب وهو حي، وهذا فيه إهانة له. أرأيتم لو كان حيا عليه الصلاة والسلام فوضع في حفرة وأهيل عليه التراب، ألم يكن هذا إهانة؟ وأقل من هذا يكفر به الإنسان والعياذ بالله، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقه: لتعزروه وتوقروه. لا بد من التعزير والتوقير، من الاحترام والتعظيم والإجلال له عليه الصلاة والسلام بالقدر اللائق به، لا أن نجعله مثيلا لله سبحانه وتعالى في حقه. الشاهد
أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا حياة دنيوية في قبره لأصبحت الأمة كلها إيش؟ كافرة، لأن كل الناس راضون ببقائه في قبره عليه الصلاة والسلام، إذن هم راضون بإهانته، ومن رضي بإهانته كفر. فماذا هم قائلون؟ لا شك أنهم سيقولون إنه ليس حيا حياة دنيوية، لا بد أن يقولوا بهذا. إذن إذا كان ليس حيا حياة حقيقية، إذن لا تطبق الأحكام التي كانت في حياته على هذه الحالة البرزخية التي هو فيها. فهمنا يا جماعة؟ هذا من التلاعب الذي هم عنده. ولذلك فهموا أن هناك حالا أخرى لعلاقة الروح بالبدن في البرزخ، وأن لهذه أحكاما ليست هي أحكام الدنيا، هذا من الأمر المهم الذي يكشف لك هذه الشبهة. إذن الحالة الرابعة تعلق الروح بالبدن، ها حال البرزخ، وهذا تعلق الله أعلم بكيفيته، ما أحد ذهب ورآه ثم عاد وشرح لنا، صح ولا لا؟ لكن كل واحد منا سيدرك هذا في وقت من الأوقات. الحالة الخامسة تعلق الروح بالبدن يوم البعث، سيكون هناك تعلق آخر أكمل وأكمل، وهذا أكمل التعلقات، لأنه تتعلق به حياة أبدية، ستتعلق به حياة أبدية، إما نعيم مؤبد وإما شقاء وعذاب مؤبد، نسأل الله العافية والسلام. واضح يا جماعة؟ طيب أعود فأقول، وأرواح وأهل السعادة باقية ناعمة كما دل على هذا الحديث، وأن الشهداء أحياء عند ربي مرزقون. أنا بدأت بأهل الإيمان عموما لأبين أن لأهل الشهادة أو لأن للشهداء حالا أخرى أخص أرفع من حال عموم المؤمنين. كل المؤمنين حالهم ماذا؟ إنما نسمة المؤمن إيش؟ يعلو أرفع، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. لاحظ أن أرواح سائر المؤمنين تعلق أين؟ يعني في مكان محدود في شجر الجنة، لكن قال في الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ويكفيها شرفا أن قناديلها معلقة بماذا؟ بعرش الرحمن العظيم المجيد. فلا شك أن هذه حال ماذا؟ أرفع، هذه حال أرفع. طيب قال: وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. لا شك في ذلك ولا ريب أن أهل الشقاوة أرواحهم في شقاء، أهل الشقاوة أرواحهم في شقاء وعذاب. قال جل وعلا عن فرعون وقومه، قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في كل وقت غدوا وعشيا غدوا وعشيا. طيب قد يقول قائل: إن هذا يوم القيامة. نقول: لا، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا واقع إيش؟ قبل قيام الساعة. وقبل قيام الساعة ما عندنا إلا داران، دنيوية وبرزخ. في الدنيا ما كانوا كذلك قطعا، هل كانوا في الدنيا يعرضون على النار غدوا وعشية؟ إذن ما بقي إلا دار البرزخية. إذن أرواح أهل الشقاوة ماذا؟ معذبة إلى يوم الدين. وينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن النعيم والعذاب ليس متعلقا بالروح وحدها، إنما بالروح مع اتصال بالبدن، فينال البدن أيضا حظه من النعيم والعذاب وإن كان في قبره.
النعيم والعذاب يقع على الروح والبدن، وإن كان الأصل أنه يقع على الروح، لكن ثمة اتصال أيضا بالبدن. انتبه، ليس على الروح وحدها، إنما على الروح وعلى البدن، وكيفية ذلك الله أعلم بها. واضح؟ يقول قائل طب هي تعلق في الجنة والروح أين؟ عفوا الجسد أين؟ الجسد هنا في الأرض في التراب. نقول هي متصلة بها بكيفية يعلمها الله عز وجل، نحن نتحدث عن حياة برزخية الله أعلم بها، إنما هناك تعلق للروح بالبدن، وعلى هذا أدلة، وعلى هذا اتفاق أهل السنة والجماعة أن النعيم والعذاب يقع على الروح والبدن. قال وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن فتنة القبر، وفتنة القبر شيء يقع في الحياة البرزخية، والدور كما علمت ثلاث، دار دنيوية ودار برزخية بين الدنيا والآخرة. برزخ يعني في الوسط، ها؟ البرزخ هو الحائل بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، والدار الثالثة هي الدار الأخروية. فكون الإنسان يقبر في قبره بعد موته، هنا تكون حياته البرزخية، بعد موته تكون حياته البرزخية. مما يكون في هذه الحياة الفتنة، والفتنة بمعنى الامتحان والاختبار، الفتنة بمعنى الامتحان والاختبار. قال وأن المؤمنين يفتنون، يعني يمتحنون ويختبرون. يفتنون بماذا؟ يفتنون بسؤال الملكين، يفتنون بسؤال الملكين. إذا فتنة القبر هي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك عرف الفتنة، فتنة القبر، فنقول هي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. والذي يتولى الفتنة ملكان كريمان جاء اسمهما ووصفهما في حديث صحيح خرجه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بالمنكر والنكير. سماهما بإيش؟ بالمنكر. لا يقول أحد المنكر، لا، هو على زينة اسم المفعول المنكر والنكير، أحدهما المنكر والآخر النكير. وجاء وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، أنهما إيش؟ أسودان أزرقان. الله أعلم ما المقصود. من أهل العلم من قال أسودان شديدا السواد، ومنهم من قال أسودان من حيث لونهما وأزرقان من حيث عينهما، والله أعلم بحقيقة الحال. الأسلم دائما في هذه المسائل أن نقول الله أعلم، إنما نقطع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهما أسودان أزرقان. وتقع منهما شدة في الفتنة، فقد جاء في حديث البراء أنهما يقعدانه وأنهما ينتهرانه، وتحصل يعني شيء من الصعوبة في السؤال، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذا يجعل هذه الفتنة فتنة عظيمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله عز وجل آدم وإلى قيام الساعة، وما ذلك ففتنة القبر شيء عظيم، مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فيثبت الله عز وجل
الذين آمنوا بالقول الثابت فيجيبون بالسداد، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام، ويقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضل الله الظالمين. من لم يكن على هذا الاعتقاد في الدنيا فإنه سيخسر نجاحه في هذا الامتحان، سيقول ها لا أدري. سبحان الله، انظر زيادة الشقاء عليه، كلمة ها كأنها حال إنسان يحاول أن يتذكر شيئا سمع به، وهذه صعبة على النفس أن تكون تتذكر شيئا سمعته ثم ما تصل إليه. هذا أشد إيش؟ يعني لو أنك ما سمعت بشيء أصلا فقلت لك ما هو كذا وكذا تقول ما أدري، عادي يعني ما في مشكلة، لكن شيء كنت تعلمه تحاول أن تستذكره لكن ما تصل إليه، هذا فيه ماذا؟ صعوبة على النفس. ثم يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نعوذ بالله من هذه الحال. فهذه حال الكافر والمنافق، هذه حال الكافر والمنافق، كافر المظهر للكفر والمنافق المبطل للكفر. فهذه الفتنة فتنة عظيمة جدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والفتنة واقعة على الصحيح في كل أمة وليست مختصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى هذا قلة في هذه الأمة. صحيح أنها عامة، ويسأل كل أحد عن نبيه، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فكل أمة بعث إليها نبيها فيسأل هذا الإنسان عن نبيه. هذه هي الفتنة، وهذه أحوال الناس فيها. ثم يكون بعدها نعيم أو عذاب، ثم يكون بعد الفتنة نعيم أو عذاب. عندنا في القبر يا إخوة ثلاثة أشياء دلت الأدلة على وقوعها. عندنا في الحياة البرزخية في القبر ثلاثة أشياء دلت الأدلة على وقوعها. واحد، الفتنة كما مر معنا، فتنة القبر. اثنان، عندنا ضغطة القبر. إيش ضغطة؟ الضغطة، واضح؟ طيب اصبروا، ها؟ الضمة، الضغطة بمعنى الضمة. القبر يضيق على صاحبه ضيقا يعلمه الله عز وجل، فيحصل هناك ضمة أو ضغطة للميت في قبره، وهذه حاصلة لكل أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الضمة تقع إيش؟ في القبر، وهي يعني كما يقولون كضمة الأم لولدها، ها؟ لا، الأمر فيه شدة. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال لو نجا، ضمة الأمر، الأم تطلب النجاة منها ولا يرغب فيها؟ يرغب فيها. إنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لو نجا منها أحد. إذن المقام فيه إيش؟ فيه شدة، ولكن لا شك أن ما يقع لأهل الإيمان منها ليس كالذي يقع لماذا؟ للكفار، نسأل الله العافية والسلام. أما الكافر فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، تخيل يضيق جدا حتى إن الأضلاع تتداخل، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلك على أن النعيم والعذاب يقع على والبدن، والبدن لأنه قال إيش؟ تختلف أضلاعه.
واضح يا جماعة؟ وكيفية ذلك الله أعلم بها، كيفية ذلك الله أعلم بها. أما المؤمن فلا يضيق عليه القبر هذا الضيق، وإنما تحصل ماذا؟ ضمة أو ضغطة بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يخفف عنا ذلك. الأمر الثالث الذي يكون في البرزخ النعيم أو العذاب، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أكرم عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالقبر إما أن يكون محل نعيم، وإما أن يكون محل عذاب، نسأل الله العافية والسلام. والمؤلف رحمه الله ما تطرق لموضوع عذاب القبر ونعيمه فنعرض عنه، لأنه لم يرد في كلام المؤلف رحمه الله، وإلا فالكلام فيه أوسع من الكلام في الفتنة وأشهر في كتب أهل العلم. قال رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن أمرين يتعلقان بالإيمان بالملائكة، الكلام عن الحفظة أو كتبة الأعمال، والكلام عن ملك الموت كما سيأتي. أما الحفظة، الملائكة الموكلون بكتابة أعمال ابن آدم، فقد تطرقنا لهم سابقا، أي متى؟ أيوة، حينما تكلمنا عن صحف الأعمال، صح ولا لا؟ قلنا إن هذه الأعمال، إن هذه الصحف التي كتبت فيها أعمال بني آدم من قبل الملائكة سوف تعرض على الإنسان ويؤتاها يوم القيامة، ويقال له اقرأ كتابك. طيب، اتفق السلف على أن الذي يوكل إليه كتابة أعمال الإنسان ملكان، لكل واحد ملكان بالاتفاق، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن أحدهما اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد. غلط، غلط. من ظن أن اسم أحدهما رقيب والآخر اسمه عتيد فقد أخطأ. إنما رقيب وعتيد وصفان لكل منهما. رقيب من المراقبة، وعتيد من الملازمة، فكل واحد منهما إيش؟ رقيب عتيد. وقد نص السلف على أن، وجاء في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذي عن يمين الإنسان كاتب الحسنات، والذي عن شماله كاتب السيئات. وأين محلهما على وجه التعيين؟ خاض بعض الناس في هذا خوضا طويلا، منهم من قال إنهما يكونان على الكتفين، ومنهم من قال إنهما يكونان على الأطراس، ومنهم من قال إنهما يكونان على العنفقة، وكل هذا لا دليل عليه. فالأسلم ها هنا أن نقول إن أحدهما عن يمين الإنسان والآخر عن، ومحلهما على وجه التعيين الله أعلم، ولا حاجة لنا إلى أن نخوض في شيء غيبي بلا دليل. واضح يا مشايخ؟ طيب، وهذان الملكان جاء وصفهما بأنهما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني سمي بالكرام الكاتبين. وفي حديث البطاقة قال صلى الله عليه وسلم عن ربه: أظلمك كتبت الحافظون، فيطلق عليهما أيضا الكتبة الحافظون. وقال سبحانه: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. على أحد أقوال أهل التفسير
أنهما الملكان اللذان يكتبان أعمال بني آدم. مقصود أن هذين الملكين أوكل الله عز وجل بهما كتابة أعمال بني آدم. وهل يعني هذا أن الله لا يعلم ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، ليست كتابة الأعمال، لأن الله يجهل ذلك، تعالى الله علوا كبيرا، بل الله بكل شيء عليم، إنما هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولعل منها إقامة الحجة على ابن آدم، لأن هذه الصحف سوف تخرج له ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فلا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين تقوم الحجة على الناس. فكتابة الأعمال لا تتنافى مع علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من بني آدم. وهل يكتبون كل شيء؟ حتى أعمال القلوب؟ لا، ما يكتبون أعمال القلوب. أو يكتبون؟ لا يكتبون يا رجل، يعني لا يكتبون أعظم ما يعمله الإنسان؟ أعمال القلوب في الجملة أعظم من أعمال الجوارح، كيف ما يكتبون؟ بلى يكتبون، يكتبون كل شيء. ها؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذه أعمال، أفعال في القلب كما تكون في الجوارح. إذن كل شيء يكتبه الملك. طيب كيف يعرفون ما في باطن الإنسان؟ قلنا سابقا كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف؟ في مسائل الغيب، ولما؟ في مسائل القدر. يعلمون باطن الإنسان بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا حاجة لنا إلى الخوض في هذه الكيفية. بعض السلف قال إنه إذا عمل عملا صالحا بقلبه خرجت منه رائحة حسنة فعلم الملك فكتب، وإذا عمل عمل سيئا بقلبه خرجت منه رائحة قبيحة فعلم الملك فكتب. وهذا شيء لا دليل عليه، ولا حاجة إلى هذا الكلام، بل نقول إنهما يعلمان بإعلام الله عز وجل لهما، يعلمان بإعلام الله عز وجل لهما. ومن قال من أهل العلم، بعض السلف قال إنهما لا يكتبان أعمال القلوب، نقول إن هذا مجانب للصواب، صواب أنهما يكتبان كل شيء صغير أو كبير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. ملك الموت ملك كريم أوكل الله عز وجل إليه قبض أرواح الناس. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وإن كان للملك أعوان من الملائكة، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا بالجمع وهم لا يفرطون. فالملك الموت له أعوان يأتمرون بأمره كما يقول أهل العلم في هذا الأمر، وهو قبض الأرواح. وملك الموت كما تعلمون اسمه ملك الموت، هكذا جاءت تسميته في الكتاب والسنة. وأما عزرائيل فإن هذا مما جاءت به بعض الآثار، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحجة في مسائل الغيب إنما هي الكتاب والسنة. وكيفية قبض الأرواح الله عز وجل أعلم بها، إنما يتولاها ملك الموت بالكيفية التي يشاؤها الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبيننا لقاء أخير إن شاء الله في عصر هذا اليوم، الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم.